رجيم العقول برجيم العقول، عقول نهدل لنا ندقق في جسمنا ونغوص جوا نفسنا، نعرف مصدر قوتنا ونشوف قدرة ربنا بالفكر والذكاء وتجارب العلماء، بالمنهج البناء هننمي عقلنا. رجيم العقول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ولد ابن آدم فلا يدري من الذي أخرجه من بطن أمه إلى الدنيا، وإذا مات فلا يدري من الذي أخرجه من الدنيا إلى الآخرة، فهل يجعل من ميلاده وحتى وفاته لحظة من لحظات التأمل قد تكون سببا في رضا الله عنه ورسوله، وسببا في خروجه من النار ودخوله الجنة؟ أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات رجيم العقول، وهي حلقة تتناول قضية مش عايز أقول نفسية ولكن قضية فكرية اجتماعية دنيوية وأخروية، تتناول لحظة من لحظات حياة الإنسان، حياة الإنسان. هذه اللحظة ينسى فيها الفرد أو الإنسان الدنيا بما تحمله من متاعب وسلبيات ومشاق ومصاعب، ويخلو بنفسه تأملا في ملكوت الله، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الحلقة هي عن التأمل وفنونه. التأمل لحظة يترك فيها الإنسان العقل كي يفكر في ملكوت الله، في كون الله، لإثبات حقائق إيمانية. قد يثبت بعض هذه الحقائق نتيجة هذه اللحظة، نتيجة التأمل، وقد تأتي تتابعا بعد ذلك حتى يكتمل إيمان الفرد أو إيمان الإنسان وينال رضا الله عز وجل في الدنيا والآخرة. التأمل بالمعنى البسيط خالص أو بالمعنى الإيماني هو لحظة من لحظات التفكير العميق في هذا الكون لإثبات حقائق إيمانية. عندما تشك في ظاهرة معينة أو في حقيقة معينة، اترك عقلك للتأمل حتى تثبت أدلة هذه الحقيقة، فتنتقل من محطة إيمانية إلى محطة أرقى منها في السلم الإيماني، حتى تصبح عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. هذا هو المعنى الإيماني للتأمل. ناخد بقى حتة كده في المعنى النفسي، هو إعمال العقل. إعمال العقل يعني إيه؟ يعني بشغل العمليات العقلية العليا، واطلق عقلي واطلق تفكيري وفكري لي في موضوعات وأشياء معينة
حتى أثبت حقيقة هذه الأشياء وهذه الموضوعات. يعني بمعنى آخر الفحص والتمحيص في هذه الموضوعات وهذه الأشياء وهذه الحقائق حتى يطمئن قلبي في هذه الموضوعات لهذه الموضوعات وهذه المواقف وهذه الحقائق. أما أقول إطلاق أشغل العمليات العقلية العليا، طب إيه هي العمليات العقلية بين قوسين كده؟ منها التخيل، التفكير، التصور. وقد ينتقل الإنسان بسبب هذا التأمل أو هذا التدبر من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي، فيصبح تفكيره إيجابي، لديه رؤية إبداعية تنظر للموضوعات نظرة خاصة ليس كنظرة كل الناس لها. فعندما يحدث موقف صعب أو تحدث له مصيبة أو تحدث له أي شيء أو أي شيء يعيقه في حياته اليومية، ينظر لحظة تأمل في هذا الأمر الصعب أو هذه المصيبة أو هذه المشكلة، كيف يضع لها البدائل بسبب هذا التأمل. إذن التأمل بيضع بدائل للمواقف الصعبة والمواقف والمشكلات، حلول الله، حلول إبداعية، بدائل متعددة ومتنوعة ومتفردة، تنقل الإنسان من حالة تحفظه من حالة الشك المفتوح إلى حالة أو لحظة الإيمان والثبات والتثبت، حتى لا يضطرب إيمانه ويضطرب فكره ويخرج أو يحدث له شطط أو شذوذ في هذا الفكر إلى غير إلى الحاجات اللا مألوفة، وقد تبعده بعض اللحظات عن الإيمان وعن التقوى. هذا التأمل بالمعنى النفسي. يبقى إعمال عقل، حتى التأمل بيختلف من مرحلة نمو إلى مرحلة أخرى. فمثلا في مرحلة الطفولة على مستوى الأطفال، التأمل عند الطفل يغلب عليه الخيال، الخيال بيسرح مخه يشرب كده، فالخيال بيخلي الإنسان الطفل يشرب. بس لو الخيال بدون مراقبة وبدون وضع حدود له من جانب الأسرة متمثلة في الأب أو الأم سواء للبنت أو الولد، يعني الطفل أو الطفلة، بيخلي الخيال يشرد ويطلع الولد يتخيل أشياء ويتصور أشياء ويتأمل حاجات ليس لها أساس من الواقع، فيصبح كذابا، ويصبح بعد ذلك عندما يتعدى مرحلة المراهقة يصبح منافقا كبيرا. والنفاق يعني آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. يعني دي سمات المنافق. فالكذب ميكانيزم أساسي في عملية النفاق بسبب الخيال المفتوح على البحري بدون مواجهة، بدون مراقبة ووضع وتعديل وتصحيح مساره لدى الطفل من جانب الأم أو الأب في مرحلة الطفولة. يبقى التأمل عند الطفل بيغلب عليه الخيال، بس هذا الخيال عاوز تنمية وعاوز مراقبة وعاوز تصحيح مسار. وكل ما الطفل يخرج أو يعني يجنح عن الطريق الصح في عملية التأمل، يجي الأب والأم يعملوا ستوب ويصححوا المسار تاني، يقول له غلط ده كده هتخرج عن اللا مألوف، واللا مألوف ده هيخليك إنسان كذاب أو منافق في المجتمع. طب بقى الخيال عندك كبير أو عند الراشد أو عند الإنسان البالغ الراشد أو الشباب أو الشابات أو الفتيات، بيغلب عليه المنطقية والواقعية، لأن هنا بيخش في حتة تأكيد الذات عند الشاب أو الشابة، ففي بيضع عليه مسؤوليات، عاوز اختيار المهنة، اختيار شريكة الحياة، كل ده. فالإنسان دايما يتأمل حتى ما اختار شريكة حياتي، أخش يعني أعطي فكري أو تفكيري لحظة التأمل فيها. ما اختارش كده، لان الانسان بدون تأمل، الشاب بلا تأمل او بدون تأمل انسان بلا حياة، لان التأمل ده بيجعل له فلسفة في الحياة،
مش يتصرف زي التصرف الهمجيين او الغوغائيين او الناس اللي هي اي كلام، لا، لان التأمل يحتاج الى ثقافة والى معرفة. تأمل بدون ثقافة وبدون معرفة يبقى جهل، دخلت في زمرة الجاهلين والجهلاء، فهنا يكون تفكيره خرافي، تفكيري مش سلبي. الناس هتصدر عليا حكم وحش، هيهز مفهوم ذاتي وصورتي امام الناس وامام الاخرين وامام الناس اللي انا مثلا كنت هتزوج او كنت داخل على مهنة او داخل على اي مواقف جديدة في حياتي، بيهز شخصيتي قدام الاخرين. اذا التأمل يحتاج الى ثقافة، يحتاج الى معرفة، يحتاج الى تعلم، لان مش اي حد يتأمل. الفرق بين تأمل الجاهل وتأمل المتعلم، التأمل المتعلم بيرتكز على ثقافة تنقله من مرحلة إيجابية إلى مرحلة أعلى في سلم التفكير، فيجعل تفكيره تفكير إنسان غير عادي، يعني إنسان مش عاوز أقول يعني نخش بقى في حتة العبقرية والإبداع، بيجعل تفكيره إبداعي، يضع للمواقف نتيجة هذا التأمل، يعني بيخرج من التأمل. التأمل ده عملية، شوف، رقية، يعني أرقى حاجة في عملية التفكير أو الفكر. فالإنسان كل ما الإنسان يتعلم أكتر ويتثقف اكتر ويقرا اكتر، بينقل تفكير الانسان في، بيجعل التامل، لغه التامل بتاعه تامل غير عاديه، غير مالوفه. يعني بالمعنى لو حكمنا عليه بمعيار الابداع اللي هو الخروج من المالوف الى اللامالوف، او جعل الغريب مالوفا والمالوف غريبا، هنا بيكون صح. فما بقول مثلا تخيل نفسك لو بيك كذا، نتيجه تشوف التامل يعمله ايه، يقول له بقى كذا وكذا وكذا، يحط بدائل لهذا الموقف، يعطيني بدائل او اجابات متنوعه لهذا التساؤل. تخيل نفسك ماذا يحدث لو حدث كذا، يقول له يعني دايما تفكيره شغال في اعمال عقل، هاو تو ثينك، اللي هو اعمال عقل، تشغيل عمليات عقليه، فشغاله، بينقل الانسان او الشاب من حاله الصور الذهنيه الخياليه الى حاله الصور الفكريه. يعني يبلور كده، ينقل الصوره من صوره ذهنيه الى حاله فكريه. نسيت اقول لكم برضه في حته الطفوله، ان الطفل دايما الخيال بتاعه اغلب عليه الخيال، بس بيتحكم في تامله مثيران. مثير لفظي اللي هو اسم الشيء نفسه، يعني تخيل مثلا الشجره، تامل، يقول والله انا بتامل في السماء، فبيبص في السماء يقول له ايه السماء دي، تامل فيها كده لحظه تامل، فهنا يقول كلمه السماء، السماء لفظ. ثم المثير الشيء اللي هي السماء، شكل السماء. فهنا المثيران يتحكمان في حته التامل لدى الطفل، المثير اللفظي والمثير الشيء، الشيء نفسه ولفظ الشيء او اسمه. هنا في حته مع الخيال، زائد الخيال في عند الطفل. اما في مرحله الشباب او مرحله ما الرشد او مرحله ما بعد الرشد، الرجوله والى الكبر، فهنا بيغلب عليه الواقع والمنطق، وعليه الانسان بيسرح نتيجه في ثقافه بتنقل هذا لحظة التأمل من تأمل إيجابي إلى تأمل أعلى في الإيجابية، يعني ياخد يوصل للسقف، سقف التفكير، فيكون تفكيره ناضجا، عنده نضج عقلي، فبيجعله يتأمل. التأمل بتاعه بيخرج بإيجابيات جميلة جدا وبنتائج جميلة جدا نتيجة هذا التأمل. طيب أما أجي أقول والله حتى في التأمل في المعنى النفسي كانت عاملة مشكلة بين المدارس النفسية أو المدارس العلمية النفسية زي التحليل النفسي والسلوكية. فقالوا إن التأمل، التأمل الذاتي، في نوع من التأمل اسمه التأمل الذاتي، وفي اللي هو عبر عن القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، صدق الله العظيم. فإنا أبص لنفسي بدل ما حتى التأمل بيحفظني من عملية الحقد والحسد، ما بصش له، يعني أنت في أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل في نفسك شوية. فالتأمل هنا يعني تكتب تقرير ذاتي عن نفسك، تفحص في نفسك، هتبص لنفسك في نعم الصحة، في نعمة العلم، في نعمة كذا، في نعمة كذا، لكن أقعد بقى أسيب النعم دي وأبص لغيري وأحقد على غيري وأحسد في غيري في نعمة بسيطة في المال، شوية حاجات زايلة أو فانية. ما أنت لو بصيت لنفسك تلاقي ربنا مديك نعم أحسن منه. فهنا ما تتأمل في نفسك تطلع بنتائج جميلة جدا وإيجابية، تحفظك من حتة الحسد والحقد والخروج على المألوف والمشاكل مع الناس، مع الجيران ومع زملائك في المهنة أو أصدقائك في الشارع أو في نادي أو في مقر، في أي حي أو في حديقة أو في أي حتة أو في الأوتوبيس أو في أي حاجة.
فدايما خلي دايما شغل فكرك، اشغل نفسك وتأمل بالتأمل في نفسك اولا، ان انا اخرج بنفسي اشوف عيوبي وايجابياتي. اذا التأمل الذاتي، نوع من التأمل او فن من فنون التأمل اللي هو الذاتي ده او النفسي، اللي سموه علماء التحليل النفسي التأمل الباطني، اللي هو يعني الانسان بدل ما يبص لبره يبص لجوه. فهيك دي مسار خلاف، ان انا اخرج بنتائج حلوه جدا، اشوف عيوبي وايجابياتي، وانا نايم بالليل على المخده ممكن اطلق لحظه تامل وانا نايم كده، او انا ماشي في الخلاء اقعد كل يوم كده ادي ساعه لنفسي لشخصيتي او جسدي راحه نفسيه مع الله سبحانه وتعالى، ابص كده في ملكوت الله، اشوفنا ابص لنفسي كده اقعد افحص نفسي يعني واصنف نفسي تصنيف جميل جدا، ان اشوف ان عندي الصحة وعندي المال وعندي العلم وعندي كذا وعندي كذا وعندي اولاد وعندي بيت وعندي زوجة صالحة، هتبص لنفسك ترتاح نفسيا. اذا التأمل بيجعل الانسان يرتاح نفسيا. التأمل الذاتي كان عامل مشكلة، ان التحليل النفسي كان بتعتمد عليه حتى في التقارير او في اسلوب التداعي الحر في احدى فنيات التحليل النفسي او العلاج النفسي. المدرسة السلوكية التحليل النفسي بقيادة سيجموند فرويد جه رفضته السلوكيه بقياده واتسون وفورندايك وبافلوف وسكينر، قالوا لا ده ازاي الانسان هيعطي. اما اجي اقول لك والله انت صادق هتقول نعم، طب انت كذاب هتقول لا، فازاي هتبقى انت فاحص ومفحوص في نفس الوقت لشخصيتك. فهنا كان اعتراض المدرسه السلوكيه، ودي احد المدارس العلميه النفسيه في تفسير السلوك او تفسير التفكير عند البشر. فجاء قال لك لا، احنا بنعتمد على كل ما يصدر من الشخصيه، عندما افكر عندما اتكلم عندما اصدر تصرف معين ففي حكم من الاخرين هم اللي بيحكموا عليا، الملاحظه. فكان بيعتمد دايما على الملاحظه الخارجيه، اما الملاحظه الداخليه اللي هي جوهر التقرير التامل الذاتي للانسان لنفسه كان بيرفضوه المدرسه السلوكيه، ولكن اعتمدت عليه التحليل النفسي في تفسير بعض الانماط الشخصيات الصعبه، وخاصه اللي هي في حاله الانحرافات والحاجات دي. دي حاجه، دي قضيه. في تامل ظاهر، ان انا دايما حاسس اللي قدامي ان انا دايما مشغول في لحظه التامل، لحظه اللي انت مدبك دايما يقظ مع الله مع الناس، يقظ في التعامل، لكني تغفل هذا التامل وتدي اللي تشغل العاطفه وتلغي العقل اعمال العقل، فانت اصبحت مثل الجهلاء. ولهذا الحكمه تقول لك ايه، الناس ثلاثه اصناف، الناس او البشر ثلاث اصناف، صنف حكم العقل على العاطفه فكان مثل الملائكه، انا مش عايزك ملك، وصنف حكم العاطفه على العقل فكان مثل الدواب، وصنف حكم العقل مع العاطفة فكان معتدلا. أنا عاوزك في الصنف ده دايما، لأن العاطفة تعطي للتأمل روح وتزود الدافعية للتأمل، وتجعلك تنتقل من حالة التأمل التقليدي إلى حالة التأمل العميق والغوص في ملكوت الله وفي نفسك، فتخرج بنتائج جميلة وتخرج بنتائج لنفسك وتحل وتصحح مسارك. يعني التأمل بيجعل الإنسان يصحح مساره أول بأول. إذا ليك في عيب أو في حاجة مشكلة أو في ناس بتشاور عليها في حاجة أو بتنقدني في حاجة، التأمل بيخليني أتخلص من هذا، أتأملها بصورة جميلة. التأمل قد يكون في التأمل الآخر بقى اللي هو التأمل الإيماني في ملكوت الله، ده يعني أحد يعني ده يعتبر ده التأمل ده تأمل العلماء وتأمل الأولياء والانبياء، ده تامل الفلاسفه، ان بيبص للكون والوجود بصه غير عاديه، مش زي ولا زي ولا اي حاجه، بصه فلسفيه، لان كانت الفلسفه ام العلوم، فكانت الفلاسفه يبصوا للوجود الانساني والوجود الالهي والحاجات ديت والمسميات ديت نظره فلسفيه، وخاصه علماء فلاسفه الاغريق اللي هم اليونانيين زي سقراط وارسطو وافلاطون، وجاء فلاسفة العصر الوسيط في الإسلام زي الفارابي وابن سينا وابن خلدون والإمام الغزالي،
بصوا يعني للأمور بصة جميلة جدا، وتأملوا وطلعوا بنتائج ونظريات علمية، لأن التأمل عند العلماء بيجعل العالم يصل إلى إثبات حقيقة علمية أو نظرية علمية تثبت حاجة معينة في العلم، فيخرج بنتائج تفيد البشر. طب عند الفلاسفة تجعله يحقق فلسفة معينة أو نظرية أو فلسفة معينة يصل بها إلى حقيقة أشياء وجودية لدى الفلاسفة، لأن الإنسان دايما التأمل يجعل الإنسان فيلسوف، وإنسان بدون فلسفة إنسان بدون حياة. فيعني لأن الفلسفة قايمة على التفكير، يعني العلم اللي قايم على التفكير زي الرياضيات. طيب أما أجي أقول والله التأمل، إذا عشان نلخص العملية ديت، إن في أنواع للتأمل أو فنون للتأمل، منها فن التأمل الذاتي، إزاي أغوص في شخصيتي وأتدارك عيوبي وسلبياتي وإيجابياتي، إيجابياتي أعززها وأدع عنها عشان الناس تتبسط مني في التعامل مع الآخرين، وبيجعل الإنسان يتخلص من سلبياته، لأن بحط سلبياتي بين قوسين كده وأبدأ أتخلص منها، أو يعني أضيف عليها حاجات بحيث أنها تظهر في صورة يقبلها الآخر أو الطرف الآخر. التأمل كمان بيجعل الإنسان ينسى نفسه شوية ويخرج من الدنيا شوية، الدنيا اللي هي تعبانة وفيها كدح وفيها لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في تعب ومشقة وفي صعاب، فترتاح شوية بعقلك، اخرج شوية من الدنيا وتأمل في ملكوت الله وعظمة الله وعظمة الإسلام وعظمة سيدنا محمد، اخرج لهذه المنطقة عشان ترتاح نفسيا. النهاردة كل دلوقتي حامل هم أولاد وحامل هم، لا لا، ادي دايما دايما، ما تعديش يوم، يعني لو اليوم 24 ساعة ادي في اليوم حتى ساعتين تأمل كل يوم، ساعة الصبح وساعة بالليل وانت نايم كده مرتاح وانت رايح شغلك كده، تأمل كيف تحل مشكلة معينة في مهنتك، او كيف تربي اولادك تربية صحيحة، او كيف بالتأمل. التأمل ده بيجعل الانسان ينتقم من الواقع، ينسى الواقع شوية ويخش ويغوص في بتفكيره، يترك تفكيره وفكره في حل مشاكل الحياة بطريقة جميلة، طريقة شق، وطريقة فيها يعني جاذبية، وتجعل الآخرين يتقبلوا هذه التصرفات من هذا الإنسان المتأمل في هذه الحياة. دي حاجة. طيب نخش بقى على حتة بقى ازاي نستفيد من هذا التأمل. اولا الإنسان دايما المتأمل دايما يكون إنسان، دايما بيكون إنسان سعيد، يعني يحس بالسعادة، السعادة الإيمانية، لأنه يعني تأمل كل شيء بفكر، يعني عمل في كل حاجة فيها فكر. والإنسان اللي بيعمل كل شيء في الدنيا أو يتعامل مع الناس بفكر وثقافة راقية نتيجة هذا التأمل، بيجعل الإنسان يصل إلى مرتبة فيها حتة التقدير والاحترام بين الناس، والناس يحترموه، ودايما يكون إنسان بتجعله يمتاز بالحكمة، يعني يجعل الإنسان حكيم في المجتمع، يحل مشاكل بقى حكيم، يحل مشاكل الناس ويحل مشاكل الآخرين، ويلجأ إليه الناس الملهوفين في المواقف الصعبة والشدة، فيكون بسند لهم وبيدي حتة المشاركة الوجدانية كمان، في اللي هو إحساس الإحساس بآلام الآخرين والإحساس بسعادة الآخرين، وروح يشاركهم ولهم ألف مبروك، يعني كده في موقف حزن يعني ياخد يعني يواسيهم، وموقف سرور يروح يهنيهم. هو هذا هو التأمل. لكن الإنسان بقى قاعد لا بيهش ولا بينش، قاعد كده لا بيتأمل، كل حاجة واخدها بالعافية كده، ومشغل عاطفته أو غريزته في التعامل مع الناس، أصبح مثل الدواب، مثل الحشرات، مثل زي الحيوانات، تيجي تكلمه تلاقي لا هو راقية. لكن التأمل بيجعل الإنسان يتحكم في لغته، فيطلع الكلمة بحساب، ما يخلوش يغلط، بيقلل اخطاء الانسان في الحياه مع عند التعامل او في عمليه التفاعل الاجتماعي مع الناس، فدايما يكون عنده مرح، في مرح، هدوء اعصاب، هدوء تفكير، انسان رزين كده حكيم، يلجا اليه الملهوف واليه ذو الحاجه وذو المشكله عشان يحلها له، لانه راجل فكره عالي. ده ممكن يعني التعامل ده يعني يرقب الإنسان إلى مرتبة الإيمان العالية، اللي بيجعل الإنسان يعني كل ما الإنسان يحتاج حاجة، يعني أصبح هذا الإنسان المتأمل الحكيم إنسان زي ما يقولوا إيه،
صيدلية نفسية، مستشفى نفسية، كل ما الإنسان يعني يمرض أو يصاب بشيء من الجهل في شيء في مشكلة معينة أو مش عارف يحل مشكلة معينة يلجأ إلى هذا الإنسان المتأمل الحكيم. حتى سموه علماء النفس التفكير التأملي، يعني حتى الإنسان المتأمل ده ذو تفكير تأملي، يعني حتى مستقبل، يعني التأمل ينقل الإنسان من ينقلك يخليك تبص للماضي بصة تفحصها، تفحص الماضي وتغربله، ثم الحاضر، ثم تنتقل للمستقبل تتنبأ بأشياء في المستقبل. يعني التأمل بيجعل الإنسان من فوائده يجعل الإنسان يتنبأ بأشياء وموضوعات وأحداث سوف تحدث في المستقبل قد تكون بتصل بنسبة 60%، لأن العلم المستقبل غيبي ومجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بس يجعل فيه حاجة اسمها العلم علمنا التنبؤ. فالتأمل التفكير التأملي أو الإنسان ذو التفكير التأملي يجعل الإنسان يتنبأ بأشياء تحدث في المستقبل، فيضع لها احتياطي كده نفسي عشان يقدر لما يتعرض لهزة من هزات الزمن نتيجة هذا التفكير التأملي يقدر ما يضحش، ما يدمرش أسرته، ولكن بسبب هذا التأمل بيجعل الإنسان يضع لنفسه رصيد أو احتياطي، سواء احتياطي نفسي قدرة على المواجهة للمواقف الصعبة أو الأزمات سوف تحدث بعد غد أو بعد سنة أو بعد 20 سنة أو بعد 10 سنين، يجعل يخطط لحياته المستقبلية وحياة أولاده وأسرته نتيجة هذا التفكير التأملي بتخطيط علمي مدروس وبنسبة تنبؤ 60%، فيكون عنده بصيرة للمستقبل. يقول لك والله بكرة أنا عملت احتياطي، هو الإنسان بيكد ويعمل عشان خاطر يعني ينقل أولاده من حياة بسيطة الحياة راقية، يعني يخلي الإنسان يعني يعيش أولاده عيشة كويسة سعيدة. فالإنسان بيحط احتياط كده بنفسه، سواء احتياط نفسي أو احتياط من المال أو احتياط من الحياة من الاقتصاديات، عشان يقدر يواجه هذه الأزمات، يتنبأ بالأزمات وهزات الزمن نتيجة هذا التفكير التأملي، فياخد من هذا الاحتياطي ما في ساعتها ما يحصل له أي حاجة يقول لك أنا عندي بدائل وعندي حلول في هذا المخزون الاحتياطي السلوكي المالي الاقتصادي الاجتماعي، حب الناس وحب الجيران وحب زملاء في المهنة وحب كذا. ده عندما الإنسان ده بعد كم سنة ما يبقى لما يجي ابنه يروح يتوظف في نفس الوظيفة أو يروح يحتاج أي حاجة منهم، أنت ابن فلان يعني كده، أصبح الإنسان هذا ذو التفكير التأملي إنسان مرشد نفسي ومرشد سلوكي لهؤلاء لأصدقائه في المهنة أو أصدقائه في الشارع أو أصدقائه أو جيرانه، فدايما يدلهم ويصحح مسارهم. إذن التفكير التأملي دايما ضع دايما لنفسك لحظة تأمل في عندما تواجه مشاكل أو عندما تواجه صعاب أو عوائق في حياتك اليومية أو الاجتماعية، دايما اترك لتفكيرك لحظة التأمل. هذا التأمل يجعلك سعيد وإنسان فعال في المجتمع، فيسعد بك المجتمع وتكون سببا في سعادة الآخرين بسبب هذه اللحظة من التأمل. لأن التأمل يا جماعة تأمل يجعل الإنسان إيجابيا وفعالا ونشطا ودايما فعال للخير، يعني يعتبر بيجعل الإنسان جواه خير للناس، سواء حتى بلاش خير المقصود به الفلوس لا أو المال، ولكن خير الفكر إن دايما ذو مشورة، يعني تعطي للناس مشورة استشارات اجتماعية ونفسية واقتصادية بسبب هذا التأمل. فالتأمل ليس مقتصر على علم النفس ولا علم الاجتماع، بل على كل العلوم وكل مجالات الحياة، فينقل الإنسان من الحالة السلبية بسبب هذا التأمل إلى الحالة الإيجابية، فيكون فعالا ومشاركا اجتماعيا إيجابيا وفعالا وحيويا في المجتمع، ويجعل لديه القدرة على التواصل مع الآخرين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أختم كلامي بهذه الحكمة الجميلة: عجب الأمر البشر يحذرون أنفسهم من بعض الأطعمة خشية المرض، وينسون أنفسهم عندما تجتاحهم الذنوب، فينسون أنفسهم خشية ولا يخافون نار جهنم.
كل سنة طيبين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجيم العقول برجيم العقول، عقولنا هتدلنا ندقق في جسمنا ونغوص جوا نفسنا، نعرف مصدر قوتنا ونشوف قدرة ربنا بالفكر والذكاء وتجارب العلماء بالمنهج البناء هننمي عقلنا.